البنات غنعطيكم واحد القناع خطير خطير، لحتو في التيك توك ما بغاش يتلاح ليا في اليوتيوب، يعني قلت نلوحو لكم في اليوتيوب بهذه الطريقه وغادي نقول لكم على المقادير. الا كنتي مخشيه في الكوزينه هذا الشهر كله، يعني ما بين المقالي والكوكوط والزيت والصاد، ماشي لوكا ديالتي انايا، ولكن غادي نعطيكم هذه الوصفه اللي هي طلبات مني في التيك توك بزاف، قالوا لي واش ممكن تعطينا شنو كتعملي لوجهك. اذا غادي نقلب الكاميرا وغادي نقول لكم على ام هي دخلت للتيك توك كيفاش صوبتها من الاول حتى الاخر، ولكن نتوما غنقول لكم كيفاش غتصوبوها، ما نسيتكمش نتوما صحاب اليوتيوب. ها نتوما البنات هنا اشنو كناخذوا في الاول، كناخذوا الماء ديال الحلبه اللي انا قسمت معكم عده مرات، غادي نمشي نجيبو لكم. بالنسبه اللي ما كيعرفش غادي نقول لكم حنا كنحتاجوا غير هذا الماء الحلبه كيجي معسل. شوفي اختي ناري ما دايراش نضاضري وما كنشوفش مزيان. المهم ها انت يا اختي كتاخذي الحلبه كتهمشيها وكتعمليها في واحد القرعه وكتخوي عليها الماء الطيب وكتسدي القرعه كتخليها 24 ساعه، من بعد كتدخليها للثلاجة، يعني ها في يومين كتعطيك هذا الماء المعسل كتدخليها للثلاجة، ودائما كنبقاو ناخذ غير الماء ديالها هو اللي غنخدمو به. وعندي بصلة حمراء صغيرة محكوكة خدمت بالماء ديالها، راه الا دخلتو التيك توك غتشوفوني من الاول حتى الاخر كيفاش عملت ليها. عندي الماء ديال البصلة، بصلة وحدة خديت الماء ديالها، معلقة كبيرة ديال الماء البصلة. عندي معلقة كبيرة ديال دانون مسوس، ياوخت بدون نكهة كامل الدسم ولا عادي. وعندنا معلقة ديال القهوة ديال القطارة، ماشي القهوة سريعة الذوبان. وعندنا زيت اللوز الحلو، ممكن تعملي أي زيت عندك، غير الزيت تكون إلا كانت زيت العود تكون خالية من الملحة. يعني الماء ديال البصلة والماء ديال الحلبة اش نقول لكم، محاربة ديال التجاعيد والترهلات مع السلامة، يعني كتشد البشرة. ولكن غادي نقول لكم على الطريقة كيفاش يمكن لكم تعملوه. شنو قلت لكم، ومن ناحية القهوة، القهوة ديال القطارة اللي هي كنشريوها وكنطحنوها خاصها تكون كنعملوها وكنعملو معاها الزيت، كنعملو هنا عندنا جوج، كنضربو جوج ديال العصافير بحجرة وحدة، هنا عندنا قناع وعندنا كوماج، يعني القهوة هي كتصلح للتقشير. ولكن راه هاد القناع كنعملوه كندخلو للدوش كندوشو، ولا كتمشي للحمام كتحمحمي، يعني عملتي الشامبوان غسلتي شعرك تحمحمتي وخرجتي، كتحزمي ليا شعرك في واحد الفوطة وكتعملي هاد القناع كتخليه واحد عشرة دقايق، وكتغطسي صبيعاتك فيه وكتقشري، كتغطسي صبيعاتك فيه وكتعملي على البشرة ديالتك وكتقشري، كتعملي بحال الماساج. الزيت كيمنع القهوة ما تجرحكش في وجهك، والقهوة كتحيد لك الجلدة الميتة لابو موخت والرؤوس السوداء اللي عندكم، وديك القشرة اللي هي مع الصاد ديال الكوزينة يعني تكونات لكم. ملي كنعملو القناع بحال اللي عاملاه دابا انا غير باش نوريكم، انا هذا غيمشي للحمام يتحط في الحمام باش غنخدم به اليوم في الليل، ما كنعملوش على حساب سيمانه، كنعملو على حساب يومين، يا كثرتي يومين وملي كتحتاجي كتعاودي الوصفه. الا كانوا عندك ركابي ديال رجليك كحلين اعملي لي هذه الوصفه، كان عندك المرفق ديال يديك كحل تعملي لي هذه الوصفه، وانا كنعملها على وجهي وكنعملها على الطوق ديالي، ميمكنش ليا نفيلمي لكم العنق ديالي والطوق ديالي، كنعملها على السطح ديال يديا 10 ديال الدقائق، وكنعملو التقشير كنماسيو العنق الطوق واليدين وكنشللو. انا كنعاود نرجع للدوش، كنعاود نرجع للدوش كنشلل وجهي وكنشلل العنق ديالي والطوق ديالي، وكنعمل عاوتاني واحد جل دوش وكنعاود ندوز عليا. هاد الوصفه كتعمل نهاريه ونهار لا، نهاريه ونهار لا، يعني خاص شرب الماء شرب الماء شرب الماء بزاف نهاريه ونهار لا. وصفه خطيره زوينه، شد البشره محاربه التجاعيد
وهذاك الماء ديال البصله سي ان انتيبيوتيك ناتورال. اي يعني بالنسبه للشابات اللي عندهم الحبوب راها كتعالج الحبوب اللي كاين في البشره وكتشد البشره، هي الماء ديال البصله كيحارب التجاعيد. غير حنا ما كنقدوش نعملوه بوحدو على البشره ديالتنا كيحرقنا، دابا انا نيت شويه عينيا كيحرقوني، لهذا هاد الطريقه هادي احسن ما كاين. كنعملها انا تقريبا دابا هادي واحد 15 عام، زوينه زوينه زوينه. كنتمنى هاد الفيديو المقادير عطيتهم لكم، المقادير البنات الماء ديال الحلبه جوج معالق كبار، معلقه ديال جوج معلقه كبيره ديال ياغورت، معلقه كبيره ديال القهوه، معلقه كبيره ديال اي زيت عندك. وشنو عملت هنا عاوتاني، فوالا هادو هما المقادير، وتخلطي وتعمليهم على البشره ديالك. اللي شاطلك غادي تسديه بالسولوفان وغادي تدخليه للثلاجه لغدا ان شاء الله. ما تبخلوش علينا باللايك ولو بارطاج، واللايف اللي عملت لكم البارح في الليل تضرب بالسينيال من ناحيه اليوتيوب، راه عملته بريفي. علاش؟ على ود داك البريز ديال لا غالونج اللي انا وريتكم، اليوتيوب ما عجبوش الحال، يعني البريز ديال التليفون اللي كان فيه داك داك الكتاب اللي كان فيه داكشي ديال الشعواده، يعني اليوتيوب ما بغاش داك، يعني داك المنظر يبان، كيقول لك بالما كنعطيو افكار لوحدين اخرين شنو يعملوا. اذا راه تعمل في البريفي. نتشوفوا في اللايف ديال اليوم في الليل ان شاء الله، احبكم في الله.